من حوالي نصف قرن أتت للعيش بمدينة دمشق وتعلقت فيها وأحبت تراثها، فسعت على إعادة أحياء تطريزها القديم. الألمانية هايكا فيبر ذات 70 عام أصرت على دراسة المعاني الكامنة وراء أشكال التطريز المختلفة في منطقة بلاد الشام. تمتلك مع الوقت خبرة كبيرة بالمشغولات اليدوية. هدول المجموعة من اللوحات اللي أنا عملتهم وقت بآخر 80s بالوقت الأول انتفاضة، وهاي اللوحة الشهيد اسمها جسدي المعبد والمشي على أرصفة القدس عبادة، وهي البنت شالت الوردة من توبها وبتقدمها للشهيد، وهذا الشاب بيحمل صورة الشهيد وهو شجرة البطآن يعني رمز لفلسطين كلها، وهي حمل المفتاح القدس بإيدها وبدل الطريق. السيدة فيبر تزوجت من مخرج فلسطيني كان يدرس بألمانيا منتصف السبعينيات، وانتقلت للعيش معه بلبنان عام 1982، ولكن بسبب ظروف الحرب اللبنانية اضطرت للمغادرة إلى سوريا، فسكنت فيها وبقيت حتى طيلة سنوات الحرب يلي شهدتها البلاد، وزاد تمسكها بكل تراث وأزياء سوريا التقليدية بكل قرية ومحافظة. هاي حماتي لما أنا أول إشي هي كانت ترفض إنه ابنها بتجوز واحدة أجنبية، لأنه كانت تخاف إنه الأجنبية بتاخد ابنها منها، يعني ما راح تشوفها، والولاد ابنها يمكن ما بحكوا عربي، وهيك كانت تخاف. بس لما تعرفت علي كانت تحبني كتير، ونفس اليوم لسه سألتني إذا عندي أخت لابنها الأصغر. أنا بالأصل ألمانية، يعني أنا دائما بقول أمي وأبوي ألمان وأنا سورية. لأن عايشة من أكثر من 40 سنة هون بسوريا. الناس مش شايفينه مهم لسه، بس هذا مش معناته إنه واحد يتركه. لما أنا أجيت لهون عملت دورات للأشغال اليدوية عشان كنت بدي تعلم اللغة أكثر وتعرف على النسوان كيف ما وهيك، فهم طلبوا مني إنه أنا بدهم يشتغلوا بدهم يبيعوا، فوقتها أنا صرت أهتم بالتراث، قلت لهم إنه إذا بدكم تشتغلوا إشي لازم يكون إشي أصلي من عندكم من تراثكم. كان عنا بالعيلة الأشغال اليدوية كان لهم أهمية، فأنا من قبل المدرسة أنا كنت بتعلم بخيط الماكينة الخياطة وأنا عمري 6 سنين، يعني ستي كانت خياطة وكانت تطرز كمان، وأنا كنت بحبها كتير، فدائما بقعد معها وبتعلم منها. كتير في من السوريين ما بيعرفوا إنه هذا تطريزهم، يعني أغلب التطريز هون تطريز فعلا سوري، يعني هو بلاد الشام كله منطقة واحدة، بس الرموز احيانا بيختلفوا شوية بين الشمال وبين الجنوب، بس احنا كنا نركز اكثر اشي على السوري. هلا مرتين انا زرت الضفة، ومرة انا رحت لغزة وعملت هناك عروض ازياء كمان، بس طبعا يعني هو التطريز الفلسطيني كان معروف اكثر، لانه يمكن بسبب الظروف اللي عشت الشعب الفلسطيني، انا حسيت انه عشت فتره طويله هون وفتره حلوه، وكانوا الناس دائما بيستقبلوني بكل لطف، وحتى بالمؤسسات وهي كان دائما لطيفين معي وبساعدوني، فأنا عشت الظروف الحلوة هون، فبالظروف الصعبة لازم أدلني هون. نمط الحياة هون بيختلف عن برا كتير، وأنا بعتقد أنه كتير من الناس السوريين اللي هلأ عايشين برا طلعوا بالحرب، يعني بيعانوا من هذا الموضوع، اندماج بين العيشة بالمدينة والعيشة بالقرية البيت الدمشقي. فأنا يعني مثلاً بيتي قريب للإيمري ولا متحف باشا، فأنا بس أطلع من البيت بكون بالنص الأجقة، بس لما أنا بفوت على بيتي بكون هدوء وعصافير وهيك، يعني هاي حلاوة البيوت العربية. هم البنات برسموا لحالهم وبحطوا الألوان لحالهم، مش أنا بختار الألوان،
بس هي مثل ما هم متعودين بحطوا لهم، بحبوا يحطوا الالوان كتير فاقعه، يمكن ما عندي الجرء انه احط هيك الوان زي ما هم بحطوا، بس هم بدهم يعبروا قبل الحرب كانوا يعبروا عن يعني محبتهم لبلدهم او لقريتهم. فإذا انت بتشوفه بالطبيعه القريه بكونوا كله بيش، يعني كله لون ارت هيك، يعني ما في لون تقريبا فيك تقول يعني. بس هم لما بترزوا قريتهم بترزوا ملونه، لانه هذا بيعبر عن يعني كيف هم شايفينها، شايفين فيها حيويه، شايفين فيها حب، شايفين فيها يعني كل هذا الحلاوه القريتهم بيعبروا فيها بالالوان. أنات هي أم الآلهة عند الكنعانيين. لما أنا عملت البحث عن المعاني الرموز بالتتريس، أنا اكتشفت إنه هدول المعنى برجع لهذا الوقت، لهذا تفكير الناس بهذا الوقت. للأسف ما في عنا مراجع كتير بالتتريس السوري. كتبت هذا الكتاب وهذا نتيجة البحث. يعني أهم إشي من هذا البحث بكون عن الرموز، وين بلاقيهم كمان بالأركيولوجي. بعدين عملت كمان بحث اجتماعي فيك تقول، يعني إنه كيف كانت، شو كان أهمية هذا الممارسة بالمجتمع وبخلق المجتمع وبالهوية. يعني كل قرية كان لهم شيء معين. وحتى كمان بالثياب السورية القديمة احنا بنشوف مثلا نسوان كانوا يترزوا اسماء ولادهم على الثياب. بين انه لوحة مثل ما الميموريز تاعهم، كأنه كاتبين عن حالهم عن حياتهم بالتوب. الكروستيتش خاصة اللي بقوله هون قطب فلاحي، هاي إلها معنى. هذا في أن عند الوشم البدو أو هيك، أن هذا خط الموت وهذا خط الحياة. فلما أنت بتعمل الكروستيتش تقطع الموت بالحياة، يعني أنت بتعطيه قيمة روحية إيجابية لتوبك. فأنا فعلا بحس لما أنا دائما بلبس إشي مطرز بحس حالي مهمية. يعني بحس انه انا يعني مثل ما واحد بحط مكياج وبحس حاله هلا، يعني هلا انا ظابطه، هلا هيك انا فيني افرجي حالي للعالم. هيك انا بحس انه انا بلبس اشي مطرز يعني بقوي شخصيتي. هاي كافي بار ما زالت مستمرة بكل اصرار بعالم التطريز بالرغم من الكثير من العواقب يلي عم تواجهها، لكن عم تسعى لتنقل هالتراث للاجيال القادمة لتبقى بذاكرتهم ولتحمي كمان هالفن العريق من الاندثار.